فريق أولمبي المدية سجل 21 هدف أيضا، 8 أهداف و9 أهداف و11 هدف و10 أهداف في 15 مباراة بالنسبة لفريق قليل جدا. هاي الكرة لصالح الشبيب، الهدف الأول، هو الهدف الأول لشبيبة القبائل. ما زالوا يأملون، ما زالوا ينتظرون، هل كان في وضع التسلل؟ هو لم يكن كذلك، ولكن فرحاني كان كذلك بغض النظر عن البقية، لأنه راح ديفياسون عند ريال، ما فيش تسلل.